بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بيشرفنا النهارده ان احنا نشارك وللعام التالي والتاني في واحد من الحاجات الاضافه الكبيره جدا لينا في مصر. الحقيقه هو مش مهرجان، هو اكتر من مهرجان، العالم عالمين، لانه بيعبر عن جزء مهم جدا الجمهوريه الجديده. زي ما احنا في العاصمه الاداريه، عاصمة مصر الجديدة بمنشآتها اللي بتعبر عن حاجات كتير قوي في الجمهورية الجديدة خلال العشر سنوات الحقيقة اللي شعارها التنمية والنماء. احنا كمان يعني معانا في العالم عالمين منتخب مصر البارا أولمبي. أطلقنا للمنتخب الأولمبي الزي الجديد في عاصمة مصر الجديدة، وكان كل ولادنا اللي بدأوا السفر لبداية الدورة الأولمبية باريس 2024. زي ما الفريق والمنتخب الأولمبي ولاد مصر اللي كرموا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي دايماً مع أولاده الرياضيين والشباب المصري، وكانت الرسالة من القلب، من قلب الأب لأولاده الرياضيين، بيهنيهم على الفوز الكبير جدا في دورة الألعاب الأفريقية، لكن قال كمان الأخلاق مهمة. إحنا هنا النهاردة مع منتخب مصر ومنتخبات مصر، بس بنقول منتخب مصر الإنساني وهو البارا أولمبيك القادرون. القادرون إن شاء الله هيسافروا بعد الدورة الأولمبية، تبدأ البارا أولمبيك في باريس في يعني الألعاب الرياضية المختلفة. إن شاء الله ربنا هيوفقهم زي ما حصل لكل الرياضيين في الأولمبيك، بالضبط بيحصل في البارا أولمبيك، نفس اللبس، مشروع قومي أولمبي، مشروع قومي بارا أولمبي، مشروع البطل الأولمبي بيوازي مشروع البطل البارا أولمبي، وكمان الحوافز المالية وأيضا المعسكرات في كل مكان بالتوازي ده تم. أنا بشكر مجلس إدارة اللجنة البارا أولمبية كلها الحقيقة ورؤساء الاتحاد، لأن هم بيتعاملوا مع أولادهم لكن مرتين، مرة للاحتراف في إدارة عملهم ومرة القلب والإنسان، وكذلك وزارة الشباب والرياضة، وأيضا الرؤية الكبيرة جدا في 2014 اللي حطها فخامة الرئيس لكل القادرون، واللي بتعبر عن التعادل وإزاي في دمج وتعادل ل بناء الإنسان والإنسان المصري. إحنا بنعتز وبنفتخر إن إحنا بنشارك في العالم عالمين، لكن المرة دي في رسالة تانية. الرسالة التانية هتتخيلوا إن طلبة الجامعات هيجوا، هتتخيلوا طبعاً مع وزارة التعليم العالي، كمان وزارة الثقافة بفنونها الإرثية اللي بتعبر عن حاجات كتير هتشوفوها، واحنا كمان وزارة الشباب والرياضة هنكون مشاركين. مين اللي هيجي؟ هيجي مراكز الشباب، هيكون في رحلات موجودة، هيكون كمان منتجات مراكز الشباب من الحرف اليدوية، هيكون كمان السن الصغير من النشأ، وازاي استراتيجية بناء الإنسان، وازاي احنا من خلال التنمية البشرية، لأن بقت مجموعة من الوزارات والوزراء حقيقة برئاسة نائب ونائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار للمجموعة اللي هي هدفها بناء الإنسان، وبالتالي كل ده هيكون موجود في العالم عالمين. يعني الموضوع جزء منه الحفلات، لكن أجزاء تانية هيكون موجود رحلات يوم واحد، وهيكون موجود أنشطة متعددة كتير جدا. هنشوف مهرجان للهيجن، وهنشوف سباق السيارات، وهنشوف كمان الألعاب الترفيهية. يعني إيه الألعاب الترفيهية؟ إحنا كمان في دراساتنا الشبابية عملنا اتحاد يعني أهالينا وشبابنا اللي بيلعب طاولة ودومينو وبعض الألعاب الأخرى التانية. إحنا بنعمل دوري القهاوي وبننزل في كل المحافظات، هيكون في تسابقات موجودة. طب إيه كمان؟ إحنا عندنا واحد من أقوى الدوريات المنظمة بشكل كبير جدا، دوري مراكز شباب مصر. إحنا هنعمل هنا كاس دوري مراكز شباب مصر، وهيكون التصفيات النهائية هتكون موجودة على أرض العالمين، بالإضافة إلى
الألعاب الرياضية المختلفة. ده تعبير جيد جدا عن اهتمام الدولة المصرية، احنا جزء منه في وزارة الشباب والرياضة، مش بس الرياضيين، لا ده الرياضيين والشباب والأعمار المختلفة، لأن فعلا بنعبر عن هذا الموضوع. وارتبطنا كمان في برنامج عمل حكومي بمعدلات هنتابعها، وزي توجيهات دولة رئيس الوزراء ان احنا كمان تبقى في معدلات رقمية على ما يتم تحقيقه. وعلشان احنا بنشتغل عمل انساني كبير جدا، بنحاول كمان ان احنا ندمج ممارسة الرياضة للصحة مع رياضة البطولة، وبنقول من 65 مليون اللي هي النسبة 65%، بنحاول يكون في اكبر نسبة ممارسة الرياضة سواء بالوعي او رياضة البطولة. يعني عندنا امال وطموحات ان احنا الزيادات تكون موجودة، وده بان في اعداد الميداليات اللي مصر يمكن في آخر 6 سنوات حصلت عليها. مصر أصبحت مركز دولي لاستضافة الأحداث العالمية، سواء بطولات عالم في الألعاب المختلفة أو بطولات أفريقيا. يعني إيه؟ على سبيل المثال كأس الأمم الأفريقية اللي بدأناها 2019، كأس بطولة العالم لكرة اليد اللي عملناها، وكان أول دولة تفتح المجال للرياضة على مستوى العالم في بطولة العالم لكرة اليد، وعملنا من خلال ابتكار شباب الأطباء الفول بابلز اللي بعد كده أخذت عن مصر، والرسالة جت لنا عبر الفيديو كونفرنس نفس نهائي البطولة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية، قال مصر حققت معادلة كبيرة إن هي فتحت الرياضة في العالم، وهناخد قرار إن احنا نعمل الدورة الأولمبية في طوكيو، لكن ده بعد معادلة مصر. وبالتالي احنا حولنا في الرياضة ورياضة البطولة لا مجال ولا مكان ل يعني مصطلح قديم الألعاب الشهيدة، عندنا أبطال مصر في كل الألعاب. وطبعا احنا عارفين ان لا يخلو عمل بلا خطأ بلا أزمة، لكن دايما بنكون إذا حدثت الأزمة أيا كان بيلاقوا دور الدولة المصرية موجود بشكل سريع جدا، دور الوزارة الحقيقة، وبنحاول انه ما يكونش بقدر الإمكان يعني تقليل الخطأ، لكن عمره ما ينتهي في الإدارات البشرية. احنا سعداء جدا 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 بوجودنا النهاردة والمشاركة الكبيرة في العالم عالمين. بأكرر تاني كل الشكر والتقدير للمتحدة وهي شريك استراتيجي، أستاذ عمرو الفقي يعني رئيس مجلس إدارة، احنا بنشكر حضرتك جدا على وجودك معانا وعلى الدعم الدائم، لأن بننقل الصورة الحقيقية للرياضة المصرية. احيانا يعني بنلاقي العالم الافتراضي بقى عالم غير افتراضي، بيدي حقائق هي مش موجوده. احنا ما عندناش مشكله، لان خلاص العالم بيتغير بسرعه، سرعه الاتصالات سريعه، لكن احنا بكل يعني سعه صدر بنقول الحقيقه وبنقول ايه الوضع بالظبط. احنا كمان هنا بنقول ان في المعادله نشكر فيها فكر شركه المتحده، الحقيقة إن هي يعني معانا قالوا لا إحنا عايزين المجتمع المصري كله يجي، شباب مصر يجي يشوف إيه اللي بيحصل وينطلقوا. العالمين ليست مكان أو مكان المجتمع اقتصادي اجتماعي في مصر معين، كلنا موجودين الحقيقة، كل الوزارات موجودة الحقيقة. إحنا دايما بنقدم الشكر لفخامة الرئيس يعني اللي خلى هذا المكان اللي عبارة عن كان زمان رمل ومفيش حد بيجي، احنا في موضوع وقصة مستقبل حقيقة، لكن بيحكيها الحاضر علشان المستقبل. وزارة الشباب والرياضة هتبذل كثارة جهد علشان تحقق كل ما هو مناط بولادنا وبشبابنا وفق رؤية الدولة المصرية. كل الشكر والتقدير، متشكرين. مساء الخير عليكم جميعا. الأول أنا برحب بمعالي الدكتور أشرف صبحي، وإحنا الحقيقة التعاون ما بيننا وما بين وزارة الشباب والرياضة تعاون ممتد،
وتعاون ممتد، تعاوننا في كابيتانو مصر، تعاوننا في دوم، وبنتعاون هنا في عدة حاجات. احنا العالمين مش بس حفلات، العالمين الشاطئ كله عليه رياضات، وعليه رياضات مختلفة، وفي رياضة السيارات، وفي كرة القدم، وفي كرة السلة. فالحقيقة وزارة الشباب والرياضة جزء وجزء أصيل من مهرجان العالمين. أنا كمان عايز أحيي البعثة البارالأولمبية ومجلس الإدارة، وإن شاء الله يشرفونا، وهم دول الأمل بتوعنا، وإن شاء الله كلنا نشجعكم هناك بإذن الله. شكرا جزيلا. نعم، أسئلة. شرمنده الدسوقي من قناه دي ام سي. احنا طبعا سعداء بتشريف سياده الوزير دكتور اشرف صبحي واستاذ عمرو الفقي داخل مدينه العالمين، وكنا محتاجين معالي الوزير نعرف اكتر تفاصيل عن استراتيجيه التعاون بين وزاره الشباب والرياضه وبين الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، خاصه داخل مهرجان العالمين في 2024 في نسخته الثانيه. الحقيقه قبل ما نروح لمهرجان العالمين، في رؤيه مبكره ما بين الوزاره وما بين المتحده. المتحده هي شركه وطنيه تقدم خدماتها للجميع. احنا احد هذه القطاعات اللي تعاوننا ان يكون هناك شريك استراتيجي للرؤيه الاعلاميه لوزاره الشباب والرياضه. بناخد بارائه بدراساته على المنهج الاعلامي اللي الوزاره المفروض تكون فيه وبيه، لأن اعتقادنا في وزارة الشباب والرياضة مع خططنا التنفيذية أن الإعلام شيء مهم، وهو شريك موازي في العمل لأي مدير. لازم يحترم الرأي الإعلامي، ولازم كمان يعني ناخد بآراءه وتحليلاته ودراساته. ده بيتأتى في العمل بصفة عامة، لكن كمان وده هدفه أن واحد نسوق لبرامجنا أن الناس تشوفها، أو علشان نعمل جذب لمشروعاتنا علشان المشاركة فيها. ده هدف مهم جدا. كمان تصحيح المفاهيم، لو في صورة أو رؤية مش في مكانها، إحنا بنقول الحقيقة إيه في أي مجال أو أي مكان، وده إزاي إن إحنا تكون الوسائل الإعلامية كلها موجودة اللي إحنا بنحترم أدائها وبنحترم كل الإعلام المصري. الجانب الآخر هي الإيفنتس، لأن في استراتيجية وزارة الشباب والرياضة إحنا بنسميها Official Agenda Non Official Agenda. Official Agenda عندنا البرامج الرسمية اللي بتيجي عبر الاتحادات وبنشترك فيها وبننظمها. ده شيء مهم جدا أيضا علشان تغطى، وبالتالي كل حدث رياضي بيكون ليه حاجة اسمها حقوق الصورة. لو مش موجود كيان زي المتحدة، الحقيقة معظم الحقوق مش موجودة، فبيدخل عن الدولة المصرية يشتري الحقوق دي لو حقوقها من كيانات أخرى. ليه؟ عشان يوفر هذه السلعة وهذا المنتج لكل مصري، لكل مصري. طب إزاي؟ نفتكر 2019 كان في مشكلة إن البث أرضي بس حقيقة، وفي الفترة دي مع المتحدة قدرت إن هي تعمل جهاز وتشتغل، وبعدين بعد كده قدرنا ان احنا ناخد. بس ده بيحصل في كل بطولة عالم موجودة، بنقول نتحرك بسرعة مع المتحدة، بتشتري هذا المنتج عشان كل مصري يشوفه يعني في بيته. الجانب الآخر النون أوفيشال أجندة، اللي هي أجندة أحداث رياضية. منهج وزارة الشباب والرياضة ان احنا نتعاون مع كل القطاعات الخاصة، بننتج وبنعمل زي الهاف ماراثون، الأوشن مان، الأيرون مان، في ماركات كتير في العالم عالمية، تور دي فرانس للعجل. بدأنا ندعم القطاع الخاص في جبهة. أيضا المتحدة هي اللي بتعمل هذا النقل وبتدخل هذه الحقوق، لكن إحنا تعاوننا في أحداث برضو من نون أوفيشال أجندة، سواء في المجال الشبابي أو المجال الرياضي. مين في مصر ما بقاش عارف كابيتانو؟ شكرا للمتحدة، لأن الحقيقة الجرعة الإعلامية اللي موجودة دخلت كل بيت ودخلت كل محافظة، لكن إحنا عملنا في السياقين. سياق شفنا فخامة الرئيس وسمعناه بيقول لازم تشوفوا المواهب في كل مجال وكل مكان. لازم مصر كبيرة جدا، إحنا بنتكلم على يعني 110 مليون، 65 مليون، 60 مليون، 40 مليون ممكن إحنا ننتقي منه. حقيقة ما سبناش محافظة ما كناش موجودين فيها، وبالتالي كابيتانو مصر بقى فيه فريق بندعم أداؤه بلجان مع شراكة، وتحول الموضوع إلى فكر انتقاء مع الدراما. ف
فبالتالي كمان بقى في رحلات عمره لولادنا اللي احنا نقلناهم بيروحوا انديه كبيره. وده المنتج بقى الاخير اللي عايز اقوله في الرياضه. استاذ عمرو كلام حضرتك مظبوط، بس كمان في ولادنا واهالينا يعني شفنا واحنا في الانتقاء البيت الاسره في مشكله، اتعمل البيت في محافظات مختلفه، لكن ولادنا دلوقتي احنا بعد الانتقاء وان احنا كدوله كنا الانتقاء يعني رحنا محافظات وشفنا ناس ما عندهمش فرصه ان حد يشوفهم، اتوزعوا على كم كبير من الانديه تسويقهم، زائد في البعض كمان هيكون بره مصر عشان بنبني قواعد كبيره جدا. كمان دي دوم واللي فيه بننتقي المواهب، احنا وزاره الثقافه مع المتحده للمواهب في المجالات الفنيه، وغيره من الاحداث اللي احنا بنفكر فيها دايما بشراكه، وهي معادله الدوله المصريه في استراتيجيه بناء الانسان، وعندنا احلام كتيره ان شاء الله نقدر ان احنا ننفذها. كل الشكر والتقدير. مساء الخير يا فندم، كريم روماني جريده الوطن. كان سؤال لحضرتك يا فندم انه ازاي وزاره الشباب والرياضه تقدر تستفيد من الموسم الثاني لمهرجان العالمين بالتعاون مع الشركه المتحده اتساقا مع استراتيجيتها في بناء الانسان والمجموعه الوزاريه الجديده للتنميه البشريه. في تنسيق تام مع المجموعه الوزاريه الجديده للتنميه البشريه، وفي جهد كبير جدا بدا يعني تخطيطين وهيظهر قريبا، لكن اقرب حاجه نقدر نقولها هي التنسيق والتكامل ما بين الوزارات. احنا مع الثقافه، مع التضامن، مع التربيه والتعليم، مع التعليم العالي، مع العمل، مع الصحه، دي كلها برامج هيكون فيها تكامل، ودي رؤيه واستراتيجيه. يمكن عملنا الاجتماع الاول برئاسه دوله رئيس الوزراء ووجود رئيس المجموعه نائب رئيس مجلس الوزراء. العمل هيستمر كده. هنستفاد ايه؟ ان المعادله السنه دي مع المتحده ان كل طبقات المجتمع هتكون موجوده، فبالتالي احنا هنجيب القطاعات كلها لغايه 30/8، ان هي بقدر المستطاع هتيجي تشوف وتقضي يوم من التنافسيه اللي موجوده او من الترفيه، علشان احنا بنودي رحلات لكل مصر، بنودي مفيش مكان ولادنا وشبابنا، بنودي جنوب مصر الى الشمال، ونودي الشمال والدلتا والمنطقة المركزية إلى الجنوب علشان يعرف المحافظات الحدودية وبرنامج أهل مصر. دي كلها برامج قوية جدا للفئات المختلفة. لكن العالم عالمين في هذه الفترة الحقيقة هي بيسموها mutual benefits، يعني مزدوج. كمان مدينة زي كده محتاجين إن احنا من خلال أدواتنا نعمل لها ترويج. ترويج لما الأحداث الرياضية اللي موجودة كل الناس هتحب، كل واحد ليه رياضة يحب يشوفها، لما يشوفها هيشوف العالمين، فبالتالي مش جوه مصر بس، لا ده بره، جوه مصر وبره مصر. ونتباهى، ودايما بنقول للرساله لشبابنا احنا مش بنجلد ذاتنا، احنا عندنا كتير، حتى لو في تحديات كتيره لكن احنا هنقف ونوعي شبابنا بالتحديات اللي موجوده. عشان كده بنقول احنا موجودين بندي فرصه للشباب ان هو يجي وهيتعايش خلال فتره الصيف كلها. بس احنا ما عندناش هنا بس، احنا بنودي في المدينة الشبابية في أبو قير، وبنودي في المدينة الشبابية في الغردقة، أنا بتكلم يعني عموما، وبنودي فصل الشتاء في المدينة الشبابية في الأقصر وفي أسوان وفي شرم الشيخ وفي راس البر. لكن احنا في فترة بنشارك فيها، ويسعدنا أن نشارك وطنيا المتحدة، أن احنا نقول للعالم حقا العالم عالمين.